هاي الجزئية أنا بدي أشرح لك كيف إنه أنت ممكن تستخدم الإندكس في الموضوع، الإندكس في الليست، وإيش فايدته إنه أنت تستخدم الإندكس. تمام؟ يبقى هنا في عندك طريقتين إنه أنت تلف على لستة. خليني أخذ اللستة هذه يبقى طريقة الأولى ميثود واحد إنه using iteration variable iteration نعم فبالتالي for number n الواحد print number هاي يبقى النمبر هو عبارة عن iteration variable تمام؟ هذه الطريقة الأولى وإحنا أوريدي بنعرفها. أجيت حورجي لك الطريقة الثانية. كيف؟ هذا في المسائل في البحث. المتغير اللي بعرفه قبل ما أدخل اللوب بسميهوش iteration variable، هو variable. تمام؟ بس بسميهوش iteration variable. iteration variable هو الvariable اللي أنت تعمل لوب عليه. فبالتالي النمبر هذا معناته انه اول لفة حيكون 3، ثاني لفة 6، ثالث لفة 8 وهكذا. تمام؟ شوف اطبع بالضبط 3 6 زي ما بينت لك هنا انه اول لفة 3، ثاني لفة 6، 8 وهكذا. طيب حاجات بالمناسبة انت ممكن تطبع الليستة فبطبع لك اياها بحط لك اياها بين قوسين نفس التايب تبعها. غير مكانك يا استاذ. شايف هاي طبعهم هيك بشكل رأسي كل نمبر، وهنا اللي هي هذه عبارة عن الجملة اللي في سطر 7. تمام؟ وفي ممكن انا ادي لك تريك في البايثون انه ممكن انت تعمل برنت الواحد الواحد بس بتحط لها ستار. فهذه عبارة عن هذه، ايش الفرق؟ شال لك اقواس الليست وشال لك كوماس، شال لك الفواصل. فبالتالي هذه طريقة تانية مختلفة للطباعة، انه انت بس مجرد انه انت تضيف هنا ليست. هيك خلصنا الطريقة الاولى في انه انت تعمل لوب على ليست. الطريقة التانية، فهنا بدي احط لك فاصل وهنا اكتب لك هنا في الكومنت انه ميثود اثنين انه using index بدنا نستخدم الindex. فبالتالي احنا سابقا انه حكينا انت ممكن تصل للعنصر الخامس في الليست كيف تعمل print ال 0 او ال 1 of العنصر الخامس 4. نبدأ من 0 فبالتالي الخامس 4 تمام؟ 0 1 2 3 4 بيكون الخامس بالضبط. هاي 0 1 2 3 4 اللي هو العنصر الخامس، هاي 1 2 3 4 5 12 المفروض يطلع معي 12. هاي وبعد الفاصل. فبالتالي انت فعليا ممكن تصل لكل عنصر في الليست باستخدام الاندكس. عشان هيك احنا ايش ممكن نقول for i، ليش ال i؟ عشان اقرب للاندكس. تمام؟ n range بدي سلسلة من الارقام بتمثل الاندكس. قديش طولها؟ قديش طولها سلسلة الارقام من صفر لقديش؟
لطول الليست. كيف بنجيب طول الليست؟ صفر من صفر فوق. الواحد الواحد الليسته كلها نبدا نجيب طول الليست. لين الليست تمام، هذا ما كنت انتظره. لين الليست تمام. مش احنا كنا نقول فور اي ان رينج 10، انت لو حطيت له الواحد انت بتحطلوش رقم، انت حطيت له الليسته كامله. انا بدي طول الليست، كيف بجيب طول الليست؟ لين الواحد. هذه ما تنساها. هذه الطريقة الثانية انه انت تلف على الليستة تمام. شو بدي اعمل؟ print الواحد of الاي. بدي افرجي لك الفرق بين الاي والالواحد of الاي. هاي بدي اطبع لك اياهم جنب بعض. الاي الاندكس، الواحد of الاي الفاليو في الاندكس هذا، في الاندكس 0 3. هاي شوف الليستة هاي فوق، في الاندكس 0 3، في الاندكس 1 6 2 8 3 90 وهكذا لغاية 14 65. لاحظ انه الاندكس متسلسل، اما هنا value. هذا عبارة عن i، هذا عبارة عن الواحد of الi تمام. هذا الاي، هذا الواحد اوف الاي. طيب حكيت لو طلبت منك انه انت كل العناصر اللي في الليستة هاي تزود عليها ثلاثة، هذا الكلام بدنا نطبقه هنا. نمبر بتساوي بلس ايكوال 3. عارفين هذه البلس ايكوال؟ حكينا عنها قبل هيك. هي تقابل نمبر بتساوي نمبر زائد 3. نفس التأثير، بس انه ايش؟ اختصار. فبالتالي هاي بدي اعملها كومنت وهي خليها عندك، هي اكثر تعرفها. فبالتالي لما تلاقي نمبر بلس 3 نمبر زائد 3 هي عبارة عن نمبر زيادة 3 على النمبر بالضبط، بضيف على القيمة تبعت النمبر 3 وبخزن الناتج في النمبر. طيب هنا بدي ارجع اطبع الليست، ايش بتلاحظ؟ خليني اشغل هاي الليست وهاي الليست الاصلية. في تغيير؟ ما فيش تغيير طبعا. بينما انت هنا في هاي، هذه بدناش طباعة على الليست تمام. فبدي اقول هنا الواحد اوف الاي بلس ايكوال 3، وهنا نفس الاشي بدي اطبع هي وبزود عليها 3 كلهم. نعم، فبتلاحظ انه لا في اختلاف. يبقى انت لما تتعامل مع الاندكس بتغير على الليست نفسها، لكن الايتريشن فاريبل لا. واضح يا شباب؟ فبالتالي الايتريشن فاريبل ممكن يكون مناسب لايش؟ للمسائل اللي لها علاقة باجمع لكل عناصر الليست. هل احنا بنعدل على الليست نفسها؟ لا، جيب لي المتوسط تبع الليست. هل بنعدل على الليست نفسها؟ لا. لكن لما اقول لك في نص المسألة اكتب لي برنامج يضيف القيمة 3 لكل رقم موجود في الليست، لا، بدك تستخدم هنا الاندكس بالضبط. وبتلاقي انه كل رقم فعليا تزود عليه 3 وتغيرت الليست تمام. طيب احنا اخذنا مثال المرة الماضية وشفنا كيف ممكن نستفيد من البريك، صح؟ كيف ممكن نستفيد في البريك؟
في البحث، لأنه زي ما قلت لك المنطق بيقول إنه أنت لما أطلب منك تدور على قلم ضايع في القاعة، فرضا أنت لقيته تحت البنك الثالث، توقف. أنت كإنسان عاقل مش من المنطق إنه أنت تستمر تدور في بقية البنوك، صح؟ خلاص، فبالتالي بنستخدم البريك. وحكينا إنه الكلام هذا أنت بتكون فعليا مبرمج بتستغل مصادر الحاسوب أنت عندك بشكل صحيح، لأنه إحنا الليستة هذه مش هتفرق معاك في الأمثلة اللي أنا بدي لك إياها. الأمثلة أنا بدي لك إياها صغيرة، هذا كم عنصر فيها؟ 15 عنصر. لكن تخيل لو كان في الليست أنت عندك 100,000 أو 10,000، وأنت لقيت الرقم تبعك أو الشيء اللي أنت بتدور عليه في أول 50، إيش الفائدة إنه تخليه يكمل بحث في بقية 100,000 أو 10,000 وأنت لقيته في أول 50؟ انت فعليا بتحرق السي بي يو على الفاضي، تخليه يلف يدور وانت خلاص لقيته. فبالتالي البريك تختصر الوقت، فبتلاقي انه في بعض البرامج بتكون هي اصلا في طبيعتها بطيئه بسبب انه المبرمج مش كاتبها بطريقه صحيحه، وهو كان بامكانه انه يسرع العمليات. خلاص لقيته وقف، اعمل بريك. نيجي نشوف مثال لكونتينيو، تمام؟ فهنا بدي اعطول يعني اعطي لك مثال للكونتينيو. يبقى البريك اتفقنا وين تستخدمه اكثر شيء؟ في البحث. لقيت، اعمل بريك. طيب كونتينيو اكزامبل، نص السؤال بيقول اكتب، فاهمين يا شباب؟ تابعين معايا؟ برنامج لإضافة 3 على جميع عناصر قائمة ما عدا الـ5. واضح نص السؤال؟ ايش نص السؤال بيقول؟ انت عندك لستة، هاي اللستة ننسخها، كل العناصر هدول بدنا نزود عليهم ما عدا العنصر 5، ماشي نزود عليه، كلهم بدنا نزود عليهم 3 ما عدا 5، تمام؟ بعرفش 5 موجودة ولا مش موجودة، ما عدا 100، كله بدنا نزود عليه ما عدا 100. ساعتها الكونتينيو بتصير مفيدة، فبالتالي هنا بدي ألف عليهم. إيش استخدم؟ إندكس ولا إيتريشن فاريابل؟ إندكس، لأنه بدنا نعدل على الليست نفسها. يبقى فور I in range، أوعك في الامتحان تقول لي الواحد يا أستاذ، أنا متأكد من السؤال تبعي. لا، لين الواحد. انت بتتعامل مع عناصر الليستة من خلال الاندكس اللي هو 0 1 2 3. طول، ايش الطول؟ طول الليستة. ما هو الاندكس هو عبارة بيبدأ من صفر لغاية طول الليست، والاندكس متغير بتغير، تمام؟ اما الاتريشن فاريابل انت بتتعامل مع العنصر نفسه. يعني كمان مرة، هنا النمبر نفسه أول مرة، نمبر نفسه أول مرة بيكون 3 6 8، اللفة الأولى 3، اللفة الثانية 6، اللفة الثالثة 8. لكن لما أنت تتعامل مع إندكس، هذا إندكس 0، إندكس 1 2 3، متسلسل. كيف بدك تصل للقيمة الموجودة في الإندكس اللي هو الـ أوف الـ I، الواحد أوف الـ I؟ يبقى الاي هو الاندكس والفاليو الواحد اوف الاي. كيف؟ مش اخر قيمة، بنلف عليهم احنا واحدة واحدة. هاي
هاي الليست اللي ناخدها. تمام، وهنا بدي اطبع لك شغلات توضيحية. يبقى برنت اندكس غير مكانك يا استاذ. اي فاليو ال واحد اوف الاي. بدي اوري لك انه الاندكس متغير، بيبدا من ايش؟ صفر واحد اثنين ثلاثة لغاية قديش؟ طول الليست، لغاية طول الليست. طب احنا الاندكس متسلسل، طب بدي الفاليو اللي في الاندكس اللي هي عبارة عن ال1 اوف الاي. تمام؟ يعني هاي الليستة. تمام؟ بدي العنصر الثالث ال1 اثنين. دائما بتنقص واحد لانه هو بيبدا من زيرو. بدي العنصر العاشر الواحد تسعة. فانت بتعمل اكسس للقيم من خلال اندكس. تمام، هاي اللي انا بسوي. شوف الناتج تبعه، هاي الاندكس زيرو الفاليو ثلاثة، هاي الليستة، هاي الليستة. الاندكس زيرو متخيلها الفاليو ثلاثة، الاندكس واحد الفاليو ستة، الاندكس اثنين الفاليو ثمانية. متخيل لغاية آخر إشي الاندكس 14 65. فالاندكس مش دائما آخر عنصر، لا، متغير متسلسل بيبدأ من زيرو لغاية ال 14. هذا كاندكس. إيش القيمة؟ كيف تصلها؟ أو في الآي بالضبط. فإحنا اتفقنا هنا في هذا السؤال، مدام أنه أنا بدي أعدل على الليست نفسها، إيش بحتاج؟ for i in range، بدي أتعامل مع الاندكس مش مع الاتريشن variable. تمام؟ هاجيت هنا لو قلت أنه ال1 of i، إحنا فعليا هنا على كل عنصر plus equal 3 لأنه المطلوب هنا 3، بضيف على الكل، بضيف على الكل. اطبق اللابتوب. هاي طباعة برينت الواحد بالضبط. انا ما بديش هذا الكلام، يعني هنا هاي استنى اورجي لك بيفور وافتر. برينت بيفور الواحد، وهنا نفس الكلام after قبل اللوب بالضبط. هنا الثلاثة صارت ستة، ستة صارت تسعة، ثمانية صارت 11، المية صارت ثلاثة. هذا مش المطلوب. كيف بدنا نخليه يعدي المية؟ كيف؟ continue. فبالتالي هنا بنحط if statement. if ايش؟ الواحد الواحد ايش؟ اوف الاي بتساوي او از 100. ساعتها شو بعمل؟ كونتينيو. ايش يعني؟ تخطى الرقم هذا، نروح على الرقم اللي وراه، ما تعملش فيه ولا شيء. فبالتالي حيصير جنب من سطر 9 لسطر 7. سطر 10 حيتنفذ للمية؟ لا، حيعدي. تمام، جرب. 20 23 100 زي ما هي، 65 68. فلاحظ نص السؤال ايش هو؟ اكتب برنامج لإضافة 3 على جميع عناصر قائمة ما عدا المية، ما عدا العنصر 100. فهذه الحالة الكونتينيو بتفيدك. فبالتالي انا بدي اجمل لك الموضوع، انه احنا شفنا البريك متى مفيدة في السيرش، والكونتينيو متى مفيدة لو بدك تستثني بعض العناصر. انا في الامتحان هجيب لك مسائل مشابهة، ممكن اجيب لك في الامتحان اقول لك ما عدا المية والثمانية وتسعين، او ما عدا الثمانية وتسعين والمية. اور بالضبط.
فبالتالي هنا لو تغير نص السؤال مع عدد 98 90 8 و 100 حيصير هنا اور هيك 98 بتكون مش مبرمج. اور الواحد اوف الاي از 98 89 انا حطيت 89 90 8 تمام. هذه برضو خلي بالك من الاخطاء الشائعه، فانت بتقول اور 100 اور 98 فكر يعني انه البايثون يعني حتفهمك على الاخر. لا بزبطش، من الاخطاء الشائعه وممكن تقع في سؤال في الامتحان وتضلك تجرب تجرب وتقول لي مش ظابط الكود صح 100% بس مش ظابط. فخلي بالك كيف ما عدا الايش الرقم الثالث ما عدا الرقم الثالث هذا نص هذا سؤال ثالث حقيت حرام لك اياه. بس خلينا نجرب هنا نشوف ال 98 هاي ال 100 ضلت زي ما هي 65 68 20 23 ال 98 زي ما هي هاي 23 صارت 6 و12 صارت بالضبط. زميلك بحكي يا استاذ هاي مثال تاني على الكونتينيو بقول لك انه اضف 3 على جميع عناصر الليست ما عدا العنصر الثالث. ثالث معناها اندكس خلي بالك بالضبط. وهنا ايش بده يختلف بدل الرقم ال ان اللي هو 2 تعال نعرف من اي دغري اذا كانت الاي از 2 كونتينيو. لا الواحد انت بتتعامل مع فاليو. انا ايش طلبت منك العنصر الثالث بغض النظر عن القيمه تبعه بالضبط. فبالتالي هنا بتتعامل مع الاي مباشره تمام. شوف هاي بيفور وافتر وين العنصر الثالث هاي 1 2 3 لاحظ انه 3 صارت 6 ال6 صارت 9 ال8 ضلت زي ما هي. ليش؟ لانه العنصر الثالث الاندكس تبعها 2. احنا بنبدا من زيرو كمان مره 0 1 2 العنصر الثالث 90 صارت 93 نعم ال100 103 103 ما احنا ما حطيناش شرط عليها ال12 15 43 46 تمام. فواضح نص السؤال لما اقول لك العنصر الثالث معنى ذلك انه انا هاي بين قوسين بضيف لك اياها عشان المراجعه. الاندكس مش حلوه الاندكس بالعربي ف هنا اندكس بتساوي 2 تمام. طبعا هذا كتلميح هنا هذا كلام انا مش هحكي لك اياه في الامتحان بقول لك العنصر الثالث وخلاص يعني انت يفترض انه بالضبط. واضح يا شباب في اي سؤال فعليا هيك نتصور فعليا هيك احنا بنكون خلصنا الباب الثالث واخذنا مسائل كافيه تشمل البريك والكونتينيو وجميع انواع المسائل. بدنا نضيف ما عدا العنصر الثالث على السؤال اللي قبل اللي هو جيب ال 98 100 بتحطهم كلياتهم قبل الكونتينيو والكونتينيو بتشتغل على هذا بدك تضيف انه ما عدا القيمه طيب هذا خلينا اعمل لك اياها في مثال ثالث. يا استاذ كله مصور اللي انت بتسويه هذا مش يعني
هنا عشان احنا نضيف توضيح مع هذا القيمة، قيمة 98 و100 والعنصر الثالث. فبالتالي هنا هذا الشرط continue، خلي بالك بتحطه ترتيبه فوق عملية الجمع، وبتضيف شرط تاني انه if I is 2 برضو continue. ليش ما حطه فوق برضو؟ خلاص برضو فوق هنا or I is 10. انت لو حطيت and استحالة يتحقق الثلاث شروط مع بعض، لازم تحط or. تمام؟ فخلي بالك هاي لغويا انه بقول لك انه هذه وهذه وهذه ما تطبقش عليهم، لكن هنا الكونديشن كلوجيك في البرمجة لازم or. كيف؟ كيف بتبعوش؟ بتبعوش ولا بيزودش عليه؟ بيزودش عليه. هنا القيمة 100 والقيمة 98 والعنصر الثالث بيزودش عليه. شوف اتأكد. هاي العنصر الثالث هيو 8 زي ما هو. هذا مزود عليه. واللي بعده مزود عليه. وما عدا المية برضو مش مزود عليه. وال98 مش مزود عليه. فبالتالي انت يعني فعليا غطيته يعني كل انواع الاسئلة. تمام؟ واضح يا شباب؟ في اي اسئلة كمان؟ في اقتراح لمسائل اضافية كمان؟ اجيب لكم اياها في الامتحان؟ ما هو ان انا بجيب برضو زي هيك وبرضو عند وين هاي؟ لا اللي فوق ايه؟ بتكون انت عندك هذه من البداية مش معمولها تاب صح.